عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة نختم الحلقة الخامسة من لعبة ألون ذا دارك. نبدأ الحلقة وبسم الله ونشوف ايه اللي هيحصل. نخش من هذا الكخكوخ المخموق. نطيع الرايد. نوسينجيت لا نوسينجيت ميت 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 مش هلي نفتح اسمسون القبو انه القبو ربنا يسترها. إنه القبو القبو المقبو يا مساهل يا رب. استر يا رب. إنه القبو المقبو. حاسس بخضة جيالي يا لطيف يا لطيف. خضة مش هتبقى على بالي. شريف المخيف. طب هندي بقى. خليك نايم بقى كده. توبوت يتفتح. توبوت تاني. فتح ده. صاحبه في الجحيم. فتح ده. صاحبه ده. زيت شامبو. يلا بقى يخسف نفسك بقى بيها. ايه ده. شوف كده يمكن. هي افتح يا سمسوم يا نونو يا سمسوم. يا ابني ما تسيبني في حالي بقى. سيبني موت وريحنا منه. يا عم في حاجة في هذا التبتب. في حاجة في هذا التبتب. اهي اهي. ميت 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 يا عم بقى. تعالى ما يحيف. في حد خلع راسه دبب. ايه في حدين. انت يا عم كانت جاموسه اما في الهفت. اجري بسرعة بسرعة بسرعة. أربحنا حكاية. أجري نبوي
سنين. إنه العنكبوت، يا ساتر. إذا بقوم يتفتح؟ لا ينفتح. ميت 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 تاني، ما هي شغلنا بقى. ولع يا عم، لا تولع، قسم بتولع. Thank you very, very much. ما فين الباب اللي فين الباب الازر ده؟ انا جاي من هنا. اكيد في حاجه بتفتح هذا البابون المباكر. ايه ده؟ حد فتح الباب؟ الله خير. طب نحن نلعب بتاع القطعة دي فين؟ افتح يا سمسون. افتكرت في القطعة المقطعة. حاجة هنا كده بس نخش من هنا. نعم نص يا سادة، بقي نص نص. النص التاني اهو، النص التاني اهو، هو هو هو. اذا نحتم لازم احط النص ده. هو في ايه؟ ميت 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 حطيتها مش كده بقى. حتة التانية نحن جابها. الحتة التانية هناك هي، والحتة التانية رايحين اهو. برضك نسيبك بقى على هرة. افتح يا سمسام.
حاجة في التابوت ده، حاجة في التابوت ده، مش في حاجة في التابوت ده. يا الحلقة خلصت الحمد لله، وبكده نبقى ختمنا الحلقة الخامسة. وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة الستة، ما تنسوش اللايك والكومنت، تقولوا رأيكم في الحلقة، واللي عنده اي استفسار يحط في الكومنت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.